مناشدة للسيد مقتدى السطل. أنت أخذت كل الناس اللي نجدوك واللي قالوا دخيلك يا سيد وقفت وياهم من الراقصات والمغنيات وبنات الليل واحترمتهم وخابرتهم سويتهم خواتك، وهذه كلش عادية بالنسبة لك، لأن احنا نعرف كل التيار السطلي شنو مقامه ومين جوي. فيا سماحة السيد السطل، ترى السطل من سووه واخترعوه ترى كان للزبالة مو للحكم. هسه يطلع لي واحد سطلي ويقول لي هذا ابن الزهرة ويقول لي الصدر حاكم العراق، لك يابا ترى الصدر للرضاعة مو للحكم. اتعلموا يا بشر يا قشامر، الله يطيح حظك يا امريكا على هالدقة الناقصة. تحمل لو ما تحمل. لا والله شيله شيء. سيد معقولة سامحتني؟ الفيلم شيله. زين سيد انت مرتاح لي لو متخوف لما اعطيك اياها بالقصة؟ متخوف على مرتاح. شوي استفاد مرتاح اي. سيد انت يعني مستعد باي طريقة تدفع اي شخص من الجراوي اللي عندك حتى يفتهمون الحياة شلونها؟ مستعد أدفع إذا يشد حيله. ما مستعد سيدنا، والله حيرتني. أنت مستعد تشيله؟ يعني قصدي تشيل هم الشعب؟ لا والله أشيله شيء. لا والله أشيله شيء. بالنهاية شو راح تقول للشعب وانت فزت بالانتخابات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن رخصتكم. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.